ازاي اعترف صح في جلسة الاعتراف. انا قلتها قبل كده في الاعتراف، انت بتدين نفسك امام الله، مش تقعد تعترف تبرر نفسك. دي اول نقطة في الاعتراف، مش هو اللي عصبني، مش هو اللي خلاني عملت كده، مش حصل كذا وانا اضطريت اعمل كذا. ما تبررش نفسك في الاعتراف، فبتعترف امام الله بتقول يا رب انا اخطيت وعاوزك تقبل توبتي، بتقر بذنبك امام الله في وجود اذن الكاهن، وبتاخد الحل من الله على فم الكاهن. فهنا لما تقف تعترف نمره واحد، بتقف بتقول يا رب انا مديون اغفر لي، انا اخطيت اغفر لي، فما تبررش نفسك امام اب الاعتراف. الحاجه الثانيه، بنبقى عندنا ثقه ان ربنا بيغفر، وفي نفس الوقت حاطط جوايا النيه ان مش هرجع للغلط تاني. يبقى بدين نفسي وفي ضميري من جوه مش هرجع للغلط تاني ابدا، مش مجرد روتين، ما ينفعش روتين. بعترف عشان اقول له يا رب مش هغلط تاني، خلاص يا رب تبت، مش زعلك تاني يا رب. عشان خاطر كده الحالة النفسية للمعترف من الأول هي بتكون أهم، إنك رايح تعترف وتقر بذنبك أمام الله عشان تاخد الحل، عشان خاطر مرجحش الورا. يبقى لحبرر نفسي عشان مكررش الغلط، ومن جوايا إن أنا مصر إن مرجحش الورا تاني، وأقدم التوبة توبة، أقدم التوبة توبة. وثق تماما إن طبعا ربنا بيقبل توبة كل إنسان. ونلاحظ برضه المرأة الخاطئة، كتاب رب سعى المجد قال إيه؟ غفل لها كثير لأن أحبت كثيرا، كانت بتبل قدميها بالدموع. فكل ما بتحس إنك أنت أخطئت في حق ربنا كتير وأجرت خطيتك موت وهو شاله بالنيابة عنك، بيبقى الإنسان من جواه ربنا غفل لي كتير قوي، ده غسلني، ده أنا اتغسلت النهاردة من خطيتها ما اعترفت. فيبقى في الحالة ديت بتقدم حب وعرفان بالجميل لله. يبقى ما تبررش نفسك، حاطط في ذهنك انك تايب مش هترجع لورا تاني، وبتعترف بجميل الله عليك ان طهرك من خطيتك وخلاك لبست التوب الابيض بتاع المعمودية من جديد. هل سليمان الحكيم كانت هلك بسبب الخطايا اللي هي ان بنى معابد لزوجاته الغريبة اللي اتجوزها يعني؟ لا، سليمان الحكيم هو تاب وكتب سفر الحكمة، وكان تجربة للعالم كله في رغد العيش، ان مفيش، ده قعد ملك 40 سنة وبدون حروب، وقال كل ما اشتهته عيني لم امنعه عنها، وعملت نفسي جنات وفراديس. وكان تجربة البشرية كلها عشان يعرفنا ان مهما عملت مش هتوصل لسليمان الحكيم. وفي الاخر قال باطل الأباطيل وقبض الريح، مسكت الهوى في الآخر بخدش حاجة. وفي آخر سفر الجامعة أقول لك نهاية الأمر كله ارعى الأمانة واتق الله وافعل البر. إنما فيه آية في الكتاب المقدس بتأكد أن سليمان الحكيم ما هلكش. إيه هي؟ لما جه في صلاة داود هو بيتكلم في الآخر، وبعدين قال ان قال كده، قال عن ابنه له سليمان، قال له لا انزع عني رحمته كما منزعتها من الذي قبلك. هو شاول ابن قيس لما اغضب الله وبقى عارف مشيئه الله وبقى يطرد عشان يموته، وبقى راح للعرافه، وربنا قبلها قال لصامويل النبي لا تبكي على شاول وقد رفضته. انما جه على داود وبعدين برضه على شاول قال له ايه؟ قد رفضته. وفي صلاة داود ربنا قال لما طرق لداود وقال له كده، قال له انا مش هنزع رحمتي عن ابنك كما نزعتها من على الذي قبلك، اللي هو حصل مع شاول ان ربنا ما قبلش توبة منه، لانه الله عارف بالمستقبل وشايفه رايح للعرافة وشايفه بيحض ربنا وشايف الأمور، فللأسف عمل أمور تستوجب العقاب. إنما سليمان الحكيم قدم التوبة في الآخر وعمل سفر الجامعة
وربنا قبله.